موضوعنا اليوم هو الكيوبيك فاكشنز او جرافينج اوف كيوبيك فاكشنز، رسم الدوال التكعيبيه. طبعا عندنا نوعين من الدوال الكيوبيك فاكشنز، ممكن انه تكون هذه بهاي الصوره، رسمها يكون بهاي الصوره، اللي هي تسمى بالـ increasing function، أو يمكن يكون بهاي الصورة. واللي تعرف بالـ decreasing function. دالة تناقصية. طبعا مثل ما شفنا احنا بالكواتراتيك فاكشن بالدوال التربيعية، انه مجرد انه انا اشوف الفاكشن الدالة مالتي ممكن انه اعرف شكل الدالة شلون راح يكون. كذلك بالكيوبك فاكشن من خلال الفاكشن المعطاة راح اعرف انه دالتي هي increasing فاكشن او decreasing فاكشن. شلون؟ لو افترضنا دالتنا هي y equal to x تكعيب، مثل ما تشوف الاكس هنا هو بوزيتيف موجب، فراح تكون دالتنا دالة تزايدية increasing function. اما اذا كانت عندنا الفاكشن مالتنا هي y equal to minus x تكعيب، فراح تكون عندنا دالة تناقصية. ليش؟ بسبب النيجاتيف فاليو هنا. فهسه نجي ناخذ example ومن خلاله راح نعرف ونتعلم شلون نرسم الكيوبك فاكشنز. لو افترضنا دالتنا هي y equal to x minus 1 تكعيب plus 2، والمطلوب من عندي هو رسم هاي الدالة، وممكن انه يطلب من عندي ايضا الدومين والرينج لهاي الدالة. مثل ما تشوف هنا الفورم او الصيغة هاي الدالة هي بالضبط نفس الصيغة اللي اخذناها بالكواتراتيك فاكشن اللي هي y equal to a x minus h square plus k. الفورم هاي بالضبط نفس الفورم اللي دالة المعطاة هنا. فمن خلال هاي الفورم ممكن انه نستخدم نفس الطريقة اللي استخدمنا برسم الكواتراتيك فاكشن دوال تربيعية، ممكن نستخدمها لرسم الكيوبك فاكشن الدوال التكعيبية. شلون؟ هنا عندنا البوينت، اهم شي عندي انه اطلع السي اللي هي الاكس والواي. اذا طلعت الاكس والواي هاي النقطة، فممكن انه اني ارسم الدالة مالتي بكل بساطة شلون، لان راح اخذ ايضا قيم اقل من الاكس، نقطتين اقل من الاكس ونقطتين اكبر من الاكس، اعوضهم بالدالة بالفاكشن، اطلع قيم الواي، اعينهم على المحاور واوصل بيناتهم، راح ترسم عندي الكيوبك فاكشن. هسه شلون نجي نطلع الاكس والواي؟ هنا هاي ال x وال y تمثل لي بالفور بهاي الصيغة هي ال minus h وال k، بالضبط شلون اخذناها بالكواتراتيك فاكشن بالدوال التربيعية. هسا ال minus h شلون اطلعها؟ هي minus h هنا وال k هي هاي ال k. اذا اجينا على الدالة المعطاة هنا اللي نريد نرسمها، ال k ايش راح تكون عندنا؟ 2، وال minus h اللي هي minus 1 تجي minus h راح تكون عندنا 1. بس سي ايش راح يكون عندي؟ هو 1 2. فمثل ما تشوف هسه طلعت النقطة الأولى، فممكن انه اطلع نقاط بقية النقاط حتى اعينهم على المحاور وارسم الدالة اكس واي. فالنقطة الأولى اللي طلعتها هي 1 و 2، مثل ما اخذنا بالكواتراتيك فاكشن بالدوال التربيعية، راح اخذ نقطتين اقل ونقطتين اكبر واطلع قيم الواي، اعوضهم بدال اطلع قيم الواي، اعينهم على المحاور اوصل بيناتهم. فنقطتين اقل من الوان هي 0 وماينس 1، ونقطتين اكبر من الوان راح تكون عندي 2 وال 3. فهسه اجي اعوضهم هاي القيم الاكس، اعوضهم بالداله، اطلع قيم الواي واعينها على المحاور. فهسه راح اعوض اول نقطه اللي هي ماينس 1 بالداله، فايش راح يكون عندي؟ ماينس 1
ماينس 1 تك اي بلس 2، فراح تكون عندي هنا قيمة الواي هي ماينس 6. النقطة الأخرى راح أطلعها اللي هي الزيرو، راح أعوض الزيرو ماينس 1، راح تكون عندي قيمة الواي 1. هنا 1 و 2 مطلعينها، راح أعوض هسه القيمة الأخرى اللي هي 2. راح تكون عندي قيمة الواي هنا، راح تكون عندي 3. والنقطة الأخيرة اللي هي 3 أعوضها بالفاكشن بالدالة، راح تكون عندي قيمة الواي 10. مثل ما تشوف هسه عندي الاكس وعندي الواي، أعينهم على المحاورة وأوصل بيناتهم، راح أكون قد رسمت الكيوبك فاكشن. بما انه انا عندي قيم الواي، اكبر قيمة بالواي راح تكون 10، فراح احتاج انه اوصل للتين، فراح افرض التين هي تكون هنا. فهسه اجي احدد النقاط مالتي، النقطة الاولى هي ماينس 1 ماينس 6 ماينس 1 بالاكس وماينس 6 بالواي، فراح تكون تقريبا هنا. النقطة الثانية هي 0 1 فراح تكون هنا. النقطة الثالثة هي 1 و 2 1 و 2 هنا. النقطة الثالثة هي 2 و 3 2 بالاكس و 3 بالواي، راح تكون عندنا هنا عرفنا تقريبا تقريبا تكون هنا. والنقطة الأخيرة هي 3 بالاكس و 10 بالواي، 3 بالاكس 10 بالواي راح تكون عندنا هنا. هسه مثل ما تشوف بس راح اجي اوصل بيناتهم، ومثل ما قلت لكم انه انا من خلال الفاكشن او الداله المعطاه ممكن انه اعرف هي داله تزايديه او تناقصيه. فمثل ما تشوف هنا الاكس عندي بوزيتيف موجب، فايش راح تكون عندنا؟ راح تكون دالتنا بهاي الصوره انكريزنج فاكشن. لو افترضنا هنا عندنا ماينس اكس، فراح تكون يجب ان تكون دالتنا بهاي الصوره، بس هنا بما انه موجوده هي بوزيتيف اكس موجب اكس، فراح تكون بهاي الصورة اللي هي increasing دالة تزايدية. فراح أوصل بين النقاط، تقريبا الدالة مالتي راح تكون بهذا الشكل. هسه لو افترضنا انه مطلوب من عندي الدومين والرينج اوف ذا فاكشن، فشلون راح اعرفهم للدالة؟ فمثلا الدومين هو دائما قيم الاكس، ومثل ما تشوف هنا قيم الاكس اذا استمرينا بالدالة هنا برسمها، فراح هي تستمر باتجاه محور الاكس الى ما لا نهاية، وكذلك باتجاه محور الاكس السالب الى ما لا نهاية. فش راح تكون عندنا دائما الدومين للدوال الكيوبك فاكشن هي ماينس انفينيتي وبلس انفينيتي. الرينج كذلك هو قيم الواي، ومثل ما تشوف قيم الواي هي مستمرة باتجاه الواي الموجب الى ما لا نهاية، واتجاه الواي السالب الى ما لا نهايه، فش راح تكون عندي ماينس ايضا ماينس انفينيتي وبلس انفينيتي. فمن خلال هاي هسه احنا عرفنا شلون نرسم الكيوبك فاكشن، شلون نطلع الدومين والرينج للكيوبك فاكشنز. وبالمحاضرات السابقه اخذنا كيفيه رسم الكواتراتيك فاكشن الدوال التربيعيه، وقبلها اخذنا اللينير فاكشن الدوال الخطيه.